يا مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقه جديده ويوم جديد مع ست الستات. طبعا لازم نبدا النهارده بكل سنه وحضراتكم طيبين، خلاص كلها يومين ونحتفل براس سنه هجريه جديده عام 1444. قلنا نختم السنه الهجريه دي لانها مناسبه عزيزه علينا جدا، نختم القديمه ونحتفل باذن الله يوم السبت بالجديده لانها بتفكرنا بذكرى هجره الرسول عليه افضل الصلاه والسلام من مكه للمدينه المنوره. النهارده واحنا بنحتفل مع بعض بالمناسبه العظيمه دي عايزين نسمع تواشيح وابتهالات، والنهارده منورنا المنشد احمد عبد الرحيم. ازيك يا احمد؟ برحب بيك وكل سنه وانت طيب. ازي حضرتك؟ وكل سنه وحضرتك والامه الاسلاميه بخير، وسنه هجريه سعيده على الامه الاسلاميه يا رب. امين يا رب. ان شاء الله تكون سنه مميزه واحنا كمان بنختم 43 وهنبدا 44. يعني السنه اللي فاتت دي كان لينا لقاء وعملنا قبل كده تواشيح وابتهالات، والناس على فكره بتحب جدا التواشيح والابتهالات طول السنه على طبعًا. فكره مش بس بالمناسبات الدينيه. لا طبعا. شفت السنه اللي فاتت دي ايه؟ والله يعني السنه اللي فاتت طبعا السنه كلها نفحات ايمانيه، كانت بالنسبه لي سنه مميزه لان الحمد لله كان تم تكريمي من معالي وزير الشباب والرياضه بمناسبه المولد النبوي الشريف، وتم تكريمي في عده مناسبات ومؤتمرات. الشعب المصري بالذات هو بيحب اللي هو الابتهالات والتواشيح الدينيه بالفطره قوي، بيعشقها. يعني ما بيسمع ان في احتفال او في اي مناسبه فيها مبتهلين فيها قراء بيجري على الموضوع جري ان هو يحب يستمع ليه. مدح الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا ايه رايك نبدا كلاسيك شويه؟ نبدا بطلع البدر علينا، يعني حتى مذهب منها تمام. وبعد كده بقى ندخل، لان النهارده احمد جاي لنا ومعاه اعمال كمان خاصه بيه هو زي ما طلبنا منه المره اللي فاتت لما اتقابلنا. فنطلع تمام. الاول بطلع البدر علينا وبعد تمام. كده نبدا نكمل تمام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين نور خير المرسلين، نور أمن وسلام نور حق ويقين. صلى الله عليه وسلم. ايه افضل الصلاه والسلام. عايزه ابدا بقى بالجديد بتاعك، ايه اللي كتبته وايه اللي قدمته؟ ايه رايك نبدا باحدث حاجه؟ في حاجه جديده لسه هقولها، يدي لي الشعر اهم نجاح جنديه، دي حاجه اسمها ما تتبطرش على النعمه، حاجه أوكي. للانسان يعني انت احمد ربنا على اللي انت فيه. بتخسر كل ما بتخسر وحبلك في الأمل يقصر، بتخسر كل ما بتخسر وحبلك في الأمل يقصر، تموت عطشان ولو راضي هيروي ظمأك الكوثر. ما تتبطرش عن نعمة وبص وشوف حواليك، ولو ما تشوفش تبقى عمى، وكل ما فيك خسارة فيك. ما تتبطرش عن نعمة وبص وشوف حواليك، ولو ما تشوفش تبقى عمى، وكل ما فيك خسارة فيك. عطيك صحة وصينها لك وسترك انت وعيالك، عطيك صحة وصينها لك وسترك انت وعيالك، ورزقك بس انت شقى، وقوم وسعى حلى حالك. ما تتبطرش عن نعمك وبص وشوف حواليك، ولو ما تشوفش تبقى عمى،
وكل ما فيك خسارة فيك. الله يا احمد، اكيد الكلمات دي انت بقى بتقعد يعني بتعملوا ورشه لمدح جديد وكلمات جديده وابتهالات جديده، ولا يعني هو كلمات بتجيلك وخلاص؟ يعني لا، الكلمات بتيجي وبتبدا ان انا اقدر ان انا يعني اقولها بصوتي، اقدر ان انا ابدا الحنها، ابدا ان انا احس بيها عشان اقدر ان انا اقدر يعني اوصل فيها. يعني الانشوده كبيره جدا وهي مرتبطه ببعضيها، بس طبعا عشان وقت البرنامج احنا بنقول طب الابتهال دايما بيبقى ابيات كتير ورا بعض. تمام، بيبقى ابيات، بيبقى لانه بيبقى قصه بيحكي، يعني بيتعلق يعني البيت اللي قبله بيحكي اللي بعده، فالموضوع بيبقى متواصل مع بعض. جميل. طيب احنا هنخرج فاصل، ومن بعد الفاصل بقى نشوف تراثنا الجميل فيه ايه، وبرده نسمع الجديد. تمام. مع احمد فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. كل سنة وانتم طيبين، هنكمل مع بعض بعد الفاصل، خليكم معانا. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ مصرنا يا رب. كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، أما الدليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني احمد، يعني مش عارفه اعبر لك عن جمال الكلام مع الصوت. قول لي بقى، في المناسبات دي وفي ليله راس السنه الهجريه بيطلب ايه اكتر حاجه من الادعيه؟ والله يعني هو يعني الدعاء دلوقتي كل مناسبه الناس بتحب تدعي فيها، طبعا ربنا يعني يرزقها ويستر عليها ويحفظنا والبلاء اللي احنا فيه. فطبعا كل انسان بيتمنى كل دقيقه كل دعوه بتبقى خاصه ليه اللي هو يديها طبعا. فاحنا ندعي ان ربنا يحفظ مصر، يحفظ بلدنا، آمين، يحفظ العالم الاسلامي كلنا، يعني يعفو عنا البلاء اللي احنا فيه ويرفع عننا الغلاء.
فده كله الأدعية جميلة يعني. جميلة. بشكرك شكرا جزيلا مرة تانية، كل سنة وانت كل طيب، سنة ويا رب قابلك في كل المناسبات الحلوة والاحتفالات، ودايما يعني اللسان يبقى معطر كده بذكر الله سبحانه وتعالى وبالمدح، مدح الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا سعيد والله مع حضرتك، وسعيد إن أنا أكون في قناة صدى البلد. أشكرك. وكل سنة والأمة الإسلامية بخير، ويا ربنا يحفظ مصر يا رب، ويحفظ العالم الإسلامي يا رب. بصوا بقى هناخد فاصل، ولما نرجع من الفاصل هيبقى معانا تقرير، وده التقرير ده جاي مع متماشي يعني مع رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المرأة. نظمت الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم برئاسة الدكتور محمد العزب مؤتمر فامي هيلث الطبي تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، وبالتعاون كمان مع نقابة الأطباء المصرية ومنظمة الصحة العالمية، والهدف هو التدريب على أحدث الأساليب لحماية المرأة من خطر السرطان. وحضر المؤتمر ده أكثر من 500 طبيب من مختلف دول العالم. هنشوف التقرير لما نرجع من الفاصل ونرجع نكمل فقرتنا مع حضرتكم.